جيرانك اليوم تونس خسرات البارح وما عرفت ما عرفتش مال هذا المدرب هذا المؤقت ديالهم مع المغرب، ما عرفت ماله مع المغرب. قال لك بحق هو مرارة يتهم المغرب باستخدام اساليب غريبة في اغراء اللاعبين بالمال والشعوذة واشياء غير مفهومة حسب زعمه. هذا السيد هذا السؤال عنده سوله واحد السؤال عادي هو علاش خسرت تونس، وجاوب على المغرب كيفاش ما تي بونس انت اللي يجيبوا فيهم كويري وشرقي وغيره والمغاربه تي بونس ليش؟ انا نعرف حاجات، انا اشتغل معايا مدرب حراس المنتخب الجزائري عامل دوكوب دي موند ودوكوب دافريك يحكي لي حاجه تدوخ الشيخ دون الشيخ دون اللاعبيه مش يجيبوهم عمليه الاغراء مش باهيك عمليه الاغراء مليان ديسونت شويه لكن عمليه الاستقطاب حاجات خيالية احنا ما تصورهمش انت بالكل ما تصورهمش يقول لك ما مش موجودين في تونس ما مش موجودين يا اخي احنا توا الفوتبول نتاعنا تحب تخرجوا من بيئة نعرفوها الكل احنا هنا نشدوا في الصف على الزيت وانا ناس بطارة نتاعنا باهية وانا التعليم نتاعنا تعب وانا ناس الصحة نتاعنا كارثية تحبوا الفوتبول نتاع اليابان نتاع السويد نتاع ايطاليا نتاثروا بالبيئه الموجودين فيها. كما شفتوا واحد التناقض خيالي في هضرته تيهضر هو ان النيفو ديال اللعابه في تونس متاثرين بالبيئه اللي هما فيها في تونس اللي هما زعما كاينين اغلبيتهم تيلعبوا في تونس تيجدوا للطوابير تا هما بيان سور تبلاو بالعالم الاخر حاجه عاديه هذا اللي دار يديه في يد العالم الاخر تيجيبها في راسه. ولكن السؤال هو ما المغرب اش جاب المغرب في السؤال ولا في الهضره كامله هضروا لك على تونس ما المغرب جبتيها كاين شي وحدين والله الا ينطى العصا الشوالي خراني بالضحك شوفوا معايا الشوالي خاسرين مع غامبيا شوف معايا الشوالي واحد التعليق خفيف الاول 1-0 للمنتخب الغامبي الغامبي الوحيد اللي في تونس وربح صح الشوالي تيضحك على المنتخب ديال تونس قال لك الغامبي الوحيد اللي في تونس هو ربحنا بينا في التصويره واحد الغامبي جالس تما واحد الغامبي الوحيد اللي في تونس هو ربحنا عفوا تونس خسروا كانوا هما الاولين في الجروب دابا ولاو هما الثانيين في الجروب وغامبيا راه طايره غامبيا راه طايره اللي ربحها دوب اما المهم شغلهم هذاك داكشي تيهمهم المنتخب سيدي ضرب ليا تونس عاود ثاني المنتخب ديال قل من 20 سنه حتى هو قال لك نهايه المباراه يفوز المنتخب المغربي بهدفين لهدف ريمونتادا حيت هما اللي ماركاو البيت الاول على نظري الناظري التونسي ضمن دوره شمال افريقيا المؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه قل من 20 عام قال لك مبروك للعناصر الوطنيه ان شاء الله تحقيق الفوز في قادم المباريات من اجل حسم بطاقه التاهل باقي اليوم الماتش بغيت تلعب اليوم بغيت تلعب مع الجزائر يقدر باش نفكوا هذاك الشيء اللي بقى المرابط هدف عالمي قال لك اللاعب المنتخب الوطني للشوبان شوف هذا اللعبيت هذا ضد تونس المرابط هدف عالمي زي ما قلت لكم رقم 10 كما شفتوا تونس كانت رابحه 1-0 مع الضحك هذا البيت ديال التعادل وكاين البيت ديال الربح في شي دقيقه كذا و 80 التعادل مع قلت معاذ ضحاك في الدقيقه 49 هدف التعادل بيحرزه اللاعب معاذ ضحاك هدف التعادل للمنتخب المغربي من تكتيك اتعمل في الضربه الحره المباشره شاط معاذ ضحاك كوره حلوه جدا 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 على يسار الحارس بس تمر على طول الارضيه زاحفه ايه بيلعبها ضحاك حلوه يا ولد يا ولد يا ولد اتقان تركيز موجه بشكل قوي جدا وهدف عالمي هدف رائع جدا لصالح المنتخب المغربي 1-1 الماتش هيحلو اوكي هدف جميل بصحته البطل العالمي صوفيا البقالي تا هو قال لك تيشارك الجيل الصاعد ديال الدراري الصغار تيشاركهم قال لك الشغف حامل الخميس الوطني المغربي لقطه جميله عندنا سيدي لقطه اخرى ما هضرتش عليها شحال هادي بين نهضر عليها وانا دابا مع خفان زربان هي داك الماتش اللي كان لعب المنتخب الفرنسي مع المنتخب
حضرتكم هذه الصور لمشاهد تتعلق بحالة من الشغب تسود واعتداءات في تلك المباراة التي تجمع الفريق الإسرائيلي بالفريق الفرنسي في ملعب دو فرانس. هذا الملعب كانت هناك مخاوف كبيرة منذ الحديث عن إقامة هذه المباراة من أعمال شغب ستصاحب هذا الأمر على خلفية أعمال الشغب التي ثارت من قبل وأدت إلى مواجهات محتدمة أدت إلى ردود فعل عنيفة للغاية. نحن نتابع هذه الصورة التي تأتينا من استاد دو فرانس. إذا نشاهد هذه الصورة حيث مشجعون إسرائيليون يعتدون على مشجعين فرنسيين في ملعب استاد دو فرانس. وسمعتوا معايا مشجعين إسرائيليين تعتدوا على مشجعين فرنسيين. أهم حاجة فهادشي كامل ما عندي سوق فهادشي كامل اللي عندي سوق فيه هو المغاربة ديالنا الحمد لله تحت ما جا ما كايناش الراية المغربية تضر في ذاك التيران. وهذه لقطة جميلة الحمد لله أن الناس واعيين وعارفين وكل شيء بيان سور من مورا الاحداث اللي وقعوا في امستردام ما خصش تعاود شي حاجه بسميت المغاربه. وهذه لقطه جميله. شوفوا معايا لاول مره ستاد دو فرانس خاوي دقائق قليله قبل انطلاق مباراه فرنسا ودوله الكاير. ومن بدات المباراه شبكات ما بين بعض الجماهير ديال المنتخب الفرنسي وبعض الجماهير ديال دوله الكيان. وحسب الاخبار الاخيره هذوك الجماهير ديال دوله الكيان هما اللي كيتعداو على الجمهور ديال المنتخب الفرنسي كيف ما كتشوفوا هنا في هذه الصور. وتصوروا معايا ان هذه المباراه هذه كانوا حاضرين لها الثلاث رؤساء الاخيرين اللي حكموا الجمهوريه الفرنسيه اللي هما ساركوزي فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون. مباراة كانت مملة بدون نهاية وفي الاخر سالت على نتيجة التعادل صفر لمثلهما طبعا في غياب النجم الفرنسي الاول كيليان مبابي اللي للمرة الثانية على التوالي تغيب على معسكر المنتخب الفرنسي. والمصادفة الاغرب هي ان كيليان مبابي ما لعب حتى دقيقة لا في المباراة ديال الذهاب ضد الكيان لا في المباراة ديال اليوم ديال العودة. رغم التعادل السلبي اليوم فراه المنتخب الفرنسي رسميا كيبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية. المهم اللي ما فاهمش اش تدير هاد الفرقة هادي نتاع الكيان مع في أوروبا باسكو لعباتهم الفيفا في أوروبا حيت ما يمكنش يلعبوا في آسيا على قبل الدول كاملين ما هادي يلعبوا والو الدول كاملين اللي في آسيا نصهم عرب ما هادي يلعبوش معهم داكشي علاش عرب ومسلمين اشرب حكي. وهذه لقطه جميله واحد الفيديو الله يخليكم الكونت ديال بي اس جي شخصيا هما اللي حاطين الكونت ديال باريس سان جيرمان هما اللي حاطين هذا الفيديو. الصفحه الرسميه ديال باريس سان جيرمان هي اللي حاطه هذا الفيديو. اشرب حكيمي توجر عالمي ديم بيلي عثمان ماركي تحبيان دونا روما الغارديان حزام الامان وماركينيوس بطولة كؤوس اخونا باتشو سولو عليه دي شام نينو مانديز رجليه دهب والويز زايري مري سريع من اللي يجري اخونا فيتينيا كنتور عندو ميا وجوا ونيفيز عند الجمهور عزيز باركولا برادلي شحال مسوبلي ورويز فابيان فنان في التيران ماركو اسينسيو كي سوبر ماريو وكلو مواني ماشي اناني اخونا دوي بيان جوي باريس سان جيرمان كل شي فيها مزيان كل شي فيها فنان يا رب تخيلوا معي هذا الفيديو هذا حطه الفيس جي شخصيا في الصفحة الرسمية. السلام عليكم انا هذا الفيديو تاع واحد طاح سوسيداد في في الصفحه الرسميه ديالها تاع هي نايف اكريد قال لك الماسكوت ديال ريال سوسيداد تيحضروا اتاي اتاي المغربي الماسكوت ديال ريال سوسيداد هو اتاي المغربي
شحال من مره خوا خوا الماء وخوا خوا اتاي كلشي خوا. دار لي خاطر صحا وراحة خويا نايف جميل جدا والله يجعل شي بركة الفيديو راه طورنا فيه ولكن هضرنا فيه على بزاف الحوايج بياسر منهم الماتش المنتخب وعلى اش وقع من مورا الماتش المنتخب ورا نعاودو نتكونسونطراو الافلام على الفيديوهات المغربية الفيديوهات ديال السياحة والفيديوهات ديال العالم الاخر ولكن قبل خصنا ضروري نفينيو بشي حاجة زوينة ما شاء الله الفيديو ديال الصباري في الماتش ديال الكابون تيبقى هدف عالمي جدا وعشاق نعاود نحضر لكم الفيديو تمتعوا ليا بهذا البيت هذا وخليناكم على خير